قاعدين بالسحر وما فيش اي حاجه، وقالوا لي لا تكاتك جت ولا حد جه ولا اي جه ولا حاجه. بس قالوا لي اشوف في مركز اطفال، رحت مركز اطفال ما لقيتش حد، وقالوا لي ما فيش حد جه خالص. رحت عامله محضر من ساعتها، هم دايرين يدوروا علي ولا جابولي ولا حاجه يا باشا. جابولي ميت في الاخر بعد 6 ايام. بعد 6 ايام معترف فيه في شوالي يا باشا، حرام عيل شقيان. كان جزاء وكدلة يا باشا. ماشي احنا بقالنا اسبوع، مفيش واحدة واحدة، احنا مش بقالك اسبوع. هو متعود يا امي ان هو يطلع في الكلام ده؟ لا ما يطلعش، لا بيطلع، ممكن يطلع له ساعة ولا ساعتين. هو اخر ساعة بس، هو اخر ولما العوجة والله ما طلعوا. هو مش بيشتغل بالنهار؟ بيشتغل النهار كله. من اول مرة انه يطلع يشتغل بالليل؟ لا لا بيطلع. بيطلع بس ساعة واحدة ويجي، نص ساعة ويجي بس. يا باشا هو قاعد انا متعود اخر الساعة 9. انا رنت 9:15 عشان اقول له تعالى 9، ما ردش بقى. فضل يكنسل عليا وفي الاخر ما عدش رد خالص. صرت ادور على الموقف واسال الناس. بعد ما بدا يكنسل على حضرتك بدات ان انت تحسي؟ بدات ان انا لا بقى في حاجه كده. رحت رن على ابوه ودرت على الموقف، سالت على طب الارض لحد ما جال له التليفون. هناك بقى الساعة 12 بالليل. رحت مشي على قلمشيه ما لقيتش حد، جيت النقطة هنا ما لقيتش حد برضه. رحت عاملة المحضر بس. خلال بقى الفترة اللي هي الأربع أيام الفاصلة، عايش حياتك إزاي؟ أربع أيام ده 6 أيام أو 6 أيام. كنت هتجنن عليا يا باشا، أنا كنت متوقع إن يجيبولي. أروح للمباحث هنا وهنا، عطاهم الأرقام كلهم والله مشكورين على تعطير الأرقام. رئيس المبيعات هو كان بيقول لي أجيبهولك أجيبهولك، وأنا كنت حاسة إن هو ممكن يجي. أنا كنت حاسة إن هو ممكن يجي لآخر لحظة، ما كنتش أعرف إن هو يجي في شوال كده. ما كنتش أعرف إن هو يجيبهولي كده في الآخر مكمكم. معلش انا نفسي اعرف مين اللي عمل كده يا باشا والنبي. ربنا بحاجه رسول الله. ما قدرتش تقول لي هاتوا لي بقى اللي هو عمل فيه كده. طب عمل ده شقيان وتعبان. طب كان اتصل وقال لي انا اخد التوك توك، كنت اقول له خلاص خد التوك توك. وهاتوا لي الواد، هاتوا لي الواد عايش وحي يفتح بادي تاني وينور اخواته تاني. يا باشا ده الكبير عندي والله. ده الكبير عندي ماليش غيره. مالي صغير الكبير نورتهم كلهم. هو يا باشا دفع لسه ما نزلش بالتوك توك ويقول لاخواته خد يا بنت اشتري، يا واد خد اشتري، يا بنت خد اشتري. ما لسه ما نزلش والله بالتوك توك.